السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل وصفة جميلة جدا 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 لتفتيح الأماكن الحساسة وتفتيح البشرة وتفتيح الجسم عموما، توحيد اللون الجسم، تزيل معاكي أي بقع في الجسم. حلوة جدا، بتفتح بأكتر من 3 4 درجات على الجسم أو البشرة مع المداومة. الوصفة جميلة جدا وسهلة قوي، كمان هتعجبكم قوي. يلا ما تنسوش تعملوا لي اللايك 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 اللايك، حلو زي كده، علشان اللايك هو اللي هيوصل الفيديو لاكبر عدد من البنات. وما تنسيش لو ما اشتركتش معانا في القناه انزلي اشتركي وفعلي الجرس. ويلا بينا نشوف ايه هي الوصفه بتاعتنا. اول حاجه هحتاج معايا ربع صابونه، اي نوع صابونه عندك، بس انا افضل دف، ان الدف احنا لو هنحط الصابونه على وشنا الافضل لنا دف، عشان دف فيه نسبه كريم عاليه. فانا عندي ربع صابونه، هبدا ان انا ابشرها في المبشره، ان انا عايزاها تكون ناعمه زي ما انت هتشوفي كده. اهم حاجه ان الصابونه تكون فيها نسبه كريم، ممكن اي نوع صابون انت تحبي تستخدميه تقدري تستخدميه عادي، بس هينشف بشرتك. انا الصابونه عموما بينشف البشره، انا بفضل دف علشان دف من نوع الصابون اللي فيه نسبه كريم، فما بينشفش البشره زي الصابونه العاديه. فالافضل ليكي صابونه دف، انا عايزين ربع، وكده كده لازم يكون صابون الدف عندك، هي مش غاليه وكمان هتنفعك في وصفات كتير جدا، وكمان عايز اقولك انها بتفتح الجسم اكتر واسرع من الصابونه العاديه. هنا انا هبشر الصابونه بتاعتي، هنا خلاص بشرت الصابونه. بصوا ربع صابونه عملت لي كميه حلوه وكميه كبيره زي ما انت شايفه. هحطها بقى في طبق ان انا اقدر استخدمها، بس هجيب طبق كبير عنده شويه عشان اعرف احط بقيه المكونات بتاعتي كلها وانا مطمنه. هحط بقى كل الصابون اللي انا بشرته في الطبق. زي ما قلت لك الصابونه دي من الحاجات الجميله جدا اللي فيها نسبه كريم وترطيب عاليه جدا، فالافضل عشان ناس كتير هتسالني في الكومنت اي صابونه، وينفع تستخدمي اي صابونه ما فيش اي مشكله، بس الافضل صابونه دف. انا هنا هجيب بقى مية ورد، هحط ربع كوباية من مية الورد على الصابون بتاعي، هي بالتقريب كلها هتبقى ربع كوباية، يعني انا كنت بحط كده بالمعياري يعني معلقة معلقة علشان خاطر متبص مني، بس هي بالتقريب كله ربع كوباية مية، ربع كوباية ماء ورد صغيرة. تمام، انا كده يعني هحط تاني بقية الربع كوباية. تمام، هقلبهم بقى تمام جدا لحد ما يبقى معايا شبه الكريم او الصابون يختفي تماما، والمهم انها ما يكونش فيها اي تكتلات من الصابون، تحس انها فعلا ابتدت تدوب معايا. فهنقلب كده شوية حلوين. مية الورد طبعا بتساعد على تقليل المسام او اختفاء المسام بنسبة حلوة كبيرة، كمان بتنظف البشرة، كمان بتفتح البشرة جدا، بتخلي البشرة شكلها مش بهتان، شكلها كده طبيعي خالص. فمية الورد حلوة جدا جدا، فعشان كده انا حطيت منها ربع كوباية. طب لو انا ما عنديش مية ورد استخدم اي نوع مية؟ ممكن تستخدمي مية مفلترة او نغلي مية ونسيبها تبرد وبعد كده تقدري تستخدميها. فكرتها ان احنا بنعقم المية بس علشان الوصفة هتقعد فترة معانا، لما نحب نستخدمها ان وقت ما نستخدمها بنستخدمها ما تجرلهاش حاجة، يبقى كل الوصفة في الامان افضل. هنا انا بقلب جامد جدا زي ما انت شايفة، بصوا بقت كريم معايا، بس هي عايزة تقلب كمان شوية علشان التكتلات دي ما تبقاش فيها تكتلات. المهم نقلب كويس قوي. تمام كده، انا هنا خلاص قلبتها وبقت معايا شبه الكريم تماما. هبدأ احط عليها كورن فلاور او النشا الذرة، هحط عليها بالتقريب معلقتين صغيرين. تمام، كورن فلاور او النشا الذرة، هاخد كده معلقتين بالتقريب صغيرين. طبعا تقدري تزودي الكمية طبعا على حسب ما انت هتستخدميها في ايه، براحتك جدا. انا هقلب بقى كمان النشا مع الخلطة بتاعتي. النشا طبعا بيهدي برضك البشره وما بيخليش فيها التهابات، وبيفتح البشره جدا وبتخلي ملمس البشره ناعم جدا وما بيبقاش في حساسيه، وكمان بتقلل المسام الواسعه جدا، فحلوه قوي 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 النشا برضو مع الخلطه بتاعتنا. الخلطه كلها كامله متكامله. ممكن لو ما عندناش نشا نحط الحنه البيضاء. هنا انا معايا بودر جونسون اللي هو بتاع البيبي، عارفينه ده حلو قوي 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 في كل حاجة، في تقليل المسام وكمان بينقي البشرة وبينعمها وبيخليها ملمسها بيبي وبيفتح البشرة جدا. فانا هاخد منه حوالي بالتقريب على الكمية بتاعتي معلقة صغيرة، وهقلبهم كويس قوي الخلطة دي زي ما انت شايفة كده.
بين كل مكون ومكون لازم نقلب علشان تضمني ان الخلطة كلها اتقلبت كويس، وكمان الخلطة كلها دخلت فيها كل المكونات. انا كده قلبت كويس الخلطة بتاعتي، بصوا بقى شبه الكريم ازاي، شايفين القوام بتاعها؟ شايفين بقت تمام كده معايا واتقلبت كل حاجة بقت حلو. هجيب بقى علبة وهحط فيها المكونات دي وهقول لكم هنكمل بقية المكونات اللي عليها ازاي. بصوا بقى وهقول لك كمان طريقة استخدامها. اهم حاجة العلبة اللي احنا هنحط فيها او علبة الكريم بتكون مغسولة كويس ومتنشفة تماما، ما يتحطش فيها مية، يعني تكون مغسولة كويس ومتنشفة. وابدأ احط فيها الخلطة بتاعتي عشان محدش يجي يقول ده قعدت اسبوع اسبوعين الخلطة باظت وعملت ريحة وحشة. لا، اعملي اللي بقول عليه بالتفصيل وتشوفي الفيديو للاخر عشان تعرفي توصلي لنتيجة مظبوطة والنتيجة مضمونة. انا هنا حطيت كل الخلطة في علبة كريم مغسولة كويس ومتنشفة تماما. تمام، دي كده الخلطة بتاعتي. الخلطة دي انا بشيلها وقت ما بستخدم منها، بستخدم ازاي؟ باخد منها معلقة، يعني هي دي كده الخلطة، انا هشيلها بره التلاجة في التلاجة براحتك خالص مفيش اي مشكلة. هاخد منها معلقة وقت ما اجي استخدم الوصفة بتاعتي زي ما انت شايفة كده. تمام، لا هاخد معلقة كمان علشان انا هستخدم وش وايدي. تمام كده، هبدأ بقى استخدم ايه على بقية الخلطة بتاعتي. هحط معلقة من العسل النحل، معلقة واحدة من العسل النحل. عسل النحل طبعا انا هستخدم الوصفة دي على وشي، هحط عسل نحل علشان عسل النحل ما يعمل ليش الوصفة بتاعتي التهابات في البشرة او حساسية او اي حاجة، فبحط عسل نحل. طبعا انت لو بشرتك مش حساسة بتستخدميها عادي، حابة تحط العسل النحل ما فيش مشكلة، مش حابة ما فيش اي مشكلة، بس الافضل حطي عسل نحل علشان كمان الغذاء والفايدة اللي تاخديها تاخدها بشرتك. هقلب كويس قوي العسل النحل في الخلطة بتاعتي زي ما انت شايفة. البنات اللي بشرتها حساسة جدا ممنوع تستخدم الوصفة على الوش، تستخدميها في جسمك عادي جدا، لكن الوش لا، عشان هتجفف الوش جدا ولازم الوصفة هتجف الوش عشان فيها صابون، لكن بنستخدم وراها اي كريم مرطب. هبدأ احط في الوصفة بتاعتي، لان لو هتستخدميها في الوش هتحطي عليها فيتامين اي او زيت لوز حلو او زيت زيتون براحتك جدا، والوصفة ما تخرجيش بيها في الشمس. هحط نص معلقة من زيت اللوز الحلو زي ما انت شايفة، وهقلب برضك الوصفة بتاعتي. كده عرفنا هنبقى ايه الدنيا. البرطمان ده بشيله، ولما بحب استخدم الوصفة بتاعتي باخد منه معلقة واحط فيها المكونات بتاعتي، ما احطش المكونات بتاعتي في البرطمان علشان ما يحمطش او يبوظ او يطلع ريحة وحشة. لا، لو هستخدم الوصفة دي للجسم هحط معاها زيت الورد. ده لو هحط الوصفة دي للجسم هستخدم زيت الورد. زيت الورد من الحاجات الجميلة اللي بتفتح الجسم جدا جدا جدا، وبتزيل البقع والتصبغات والكلف والنمش وكل حاجة في الجسم. فزيت الورد من الحاجات الروعة جدا لو هتستخدم الوصفة دي للجسم. وزيت لوز المر مع زيت الورد في الوصفة بتخلي النتيجة حلوة جدا في التفتيح الجسم تحت القبض بين الفخاد، الكلام ده كله هيتفتح معاكي جدا. تمام كده، انا قلت كل حاجة، مش ناقص غير طريقة الاستخدام. الاستخدام بستخدمها لو على الجسم مرتين في الاسبوع، لو على جسمك مرتين بس في الاسبوع، بسيبها ربع ساعة وبعد كده بغسل جسمي عادي. لو هتحطيها على الوش بتبقى حوالي 5 دقايق فقط، ما بتتسابش اكتر من كده، 5 دقايق فقط على الوش، وبعد كده بغسل وشي، وبتبقى مرة واحدة في الاسبوع او مرتين بالكتير جدا في الاسبوع، وبرطب وشي وجسمي. ركزوا يا جماعة في الحتة دي، اهم حاجة الترطيب في الوش والجسم بعد الوصفة. البنات اللي بتقول بقى بتنشف وشي، طبيعي ان اي صابون بينشف الوش، اي صابون بينشف الوش، ان كنت حتى جبت صابونة ذهب بتنشف الوش، اي نوع صابونة بتنشف الوش، ان الصابون بيبقى فيه مادة كده اللي هي بتنظف بعمق، فاي صابون بينظف الوش جدا بس بيتنشف الوش. فعشان ما تنشفش وشنا لازم بعدها ترطيب قوي، فعشان كده لازم نرطب الجسم والوجه بعد الوصفه تماما بالترطيب كده يكون حلو وقوي. انا كده خلصت خلاص الوصفه الجميله بتاعتنا. الوصفه دي زي ما قلت لكم كده انا هعملها على ايديا وعلى وشي، وهسيبها بقى حوالي ربع ساعه وخلاص كده بروح اغسلها. الوصفه جميله جدا يا بنات، جربوها وهتعجبكم، بس ما تنسوش اللايكات بقى، شجعوني بلايك عشان اللايك هو اللي هيوصل الفيديو لاكبر عدد للبنات، وكمان ما تنسيش تشتركي معانا في القناه وفعلي الجرس. وبحبكم قوي، باي باي.